تاريخ الفكر عملية توزيع التاريخ. ولاية قلمة استفادت من برنامج هام من حصص سكنية جد معتبرة تقدر ب 8500 وحدة سكنية بعنوان سنة 2024. تم اختيار مواقع توطينها وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لاحتوائها. وسهل علينا ربي ولعقوب الخاوتنا اللي ما زالوا إن شاء الله، ونطلب ربي سهل على كل محتاج إن شاء الله. الحمد لله، إن شاء الله يفرج ربي وإن شاء الله العقوبة اللي ما زالوا.